بلغ إنفاق المستهلكين في المملكة خلال شهر أبريل الماضي نحو أكثر من 86 مليار ريال، مسجلا ارتفاعا بنحو 4.19%، ما يعادل أكثر من 4 مليار ريال، مقارنة بنحو أكثر من 82 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، فيما تراجع الإنفاق في أبريل بنحو 22%، مقارنة بأكثر من 88 مليار ريال في شهر مارس 2019. مع الأخذ في الحسبان أن إنفاق مارس يعد الأعلى في نحو 10 أشهر.